الكريم بتاعي تجربوه ان شاء الله هيعجبكم، حلو جدا. انا عاملاه لنفسي بس طبعا تقدري تستخدميه تجاري، مفيش اي مشكله خالص. هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا لسه صوتي برضو زي ما هو تعبان شويه، بس الحمد لله اتحسنت. النهارده انا هعمل ليف اون كريم للشعر، اللي هو ايه، بيتساب على الشعر ومش بيتشطف. انا عشان بحب كمان اسيب شعري كيرلي، فانا محتاج كتير قوي الكريم ده، وهو خلص من عندي، فقلت ايه بدل ما انزل اشتريه اعمله معاكم. كمان عايزه اقول لكم حاجه، انا هستعمل زيوت كتير، بس انتوا في الكريم ده تقدروا تغيروا كل الزيوت زي ما انتوا عايزين. اول حاجه بعملها معاكم هنا بعقم، لان ايه الحاجات طبعا غاليه، ولو دخل فيها بكتيريا في المكونات وكده هيبوظ الكريم بتاعي، حرام يعني. فكل حاجه طبعا بستخدمها بعقمها، عشان ده اللي ممكن يخلي المنتج بعد كام يوم ما يفصل او يعمل مولز وبكتيريا وحاجات كده مش حلوه خالص يعني. بصوا هنا انا هعمل بالظبط نص كيلو، والطور المائي بتاعي هيبقى عبارة عن هيدروسولات، اللي هو الهيدروسول اللي هو يعني ماء اللافندر وماء البرجمون وماء الروزميري. في ناس كتير قوي بيبعتوا يقولوا لي يعني ممكن مثلا نغلي العشبة وننقعها، لا هو الهيدروسول ده حاجة تانية. الهيدروسول ده لما مثلا بيغلوا العشبة البخار بيلموا البخار بتاع الغلي ده، وده بيبقى الهيدروسول، او هم بيستخرجوا الزيت البخار اللي بيطلع ده الهيدروسول، يعني يا كده يا كده. وتقدري تستبدلي طبعا الماء الاعشاب دي بالماء المقطر. انا طبعا هنا حاسه انه مش هيكفي، بيخلص من عندي، فهكمل بالماء المقطر. الماء المقطر انا بشتريه كده من الصيدليه، كل واحده 50 جرام. ده انا لقيت ان ده اضمن حاجه، ان انا يبقى يعني ضمن ان انا عندي حاجه نظيفه يعني. انا جبت الزيوت بتاعتي كلها وخلاصات الاعشاب دي، اللي هي مش خلاصات، اللي هي الهيدروسولات اقصد، انا جايباها من مصنع الابجي، واللينك تحت في صندوق الوصف. وكل المواد الكيميائيه من عند نيرول، ما عدا هستخدم حاجه اسمها بي تي ام اس 50، هقول لك برده تستبدليها بايه، عشان هي مش موجوده هنا في مصر خالص، بس موجودة طبعا في العالم العربي كتير. احنا هنا عندنا بالظبط 20% متابعين مصريين، والباقي عرب، ففي حاجات موجودة عندنا ومش موجودة عندهم وكده. انا بحاول ان انا احل المشكلة دي، ومش عارفة احلها ازاي. التور المائي بتاعي 325 جرام، علشان انا هشتغل على نص الكمية، مش هعمل كيلو بحاله. اللي عايز يعمل كيلو بحاله يضرب في اتنين، مفيش مشكلة. عايز يقسم يعمل كمية لوحده هو، يبقى هيقسم بقى الكمية دي اللي انا هعملها على اتنين، يعني ايه، ما تزودي اتنين يا ما تقسمي اتنين، زي ما انتوا عايزين يعني. انا الاول هنا هوزن ال 325 جرام تور مائي، فالاول بصفر الميزان زي ما انتوا عارفين، وهضيف بقى كل الهيدروسولات اللي عندي، وهكمل الباقي بالماء المقطر. ده هنا ماء البرجمون، انا طلع معايا 48 جرام، بس ما تتأيديش خالص يعني، هو الاهم حاجه بس ان نسبه الميه تبقى 325 جرام. عايز تعمليهم كلهم هيدروسول زي ما انت عايزه، عايزه تعملي نوع واحد هيدروسول ما يجراش حاجه، عايزه تعملي كل ماء مقطر ما يجراش حاجه. ده هنا ماء اللافندر، وهنا ده ماء الروزماري،
طب انا هنا وصل معايا تقريبا 289 جرام هيدروسولات، فهكمل الباقي بقى بالباقي المقطر عشان اوصل ل 325. هنا دي العبوة زي ما قلت لكم، العبوة الواحدة 50 جرام او 50 ملي. افتحها كده انزل بالمية. هنا وصلنا ل 318، فايه هزيد الحاجة بسيطة قوي دي. ده البي تي ام اس 50، هو مش متاح في مصر، متاح طبعا بكثره بره. نقدر نعوضه ازاي؟ نقدر نعوضه بطريقه سهله جدا، تلتين الكميه لانت او اللي هو ستريل الكحول، والتلت اللي فاضل اللي هو الايمالجين بي 2. هتحسبيها ازاي؟ هتقسمي ال 35 على 3، هيطلع لك 11.22، دي قيمة الإيمالجين بي 2، والباقي أظن هيبقى 22.3 أو أكتر، هيكون قيمة اللانت أو اللي هو ستريل الكحول. بس هي دي الطريقة. وأنا سمعت كمان إن في ناس بيستبدلوه ب بي تي أم أس 80، موجود هنا في مصر عند نيرول، بس أنا ما جربتش بصراحة، بس بيقولوا ان برضه بيجيب نفس النتيجه ونتيجه كويسه. وبضيف كمان 25 جرام من اللانت 16. اللانت 16 اسمه العلمي ستيل الكحول، وده شمع النحل الطبيعي، ده بيز واكس، بيجي لونين، في ممكن يجي فاتح كده وممكن يجي اصفر اغمق من كده، مفيش مشكله خالص. الاثنين واحد. هاخد منه 15 جرام وهضيفهم برضو فوق الخليط بتاعي. وهاخدهم على حمام مائي علشان يدوبوا. هنزل كده وهبتدي اضيف الميه عشان عايزه اوريكم حاجه مهمه جدا. هبتدي اضيف المية هنا، بس لازم المية توصل لحد اول مستوى الشمع، دي اهم نقطة في الموضوع، لحد خط الشمع، ما تبقاش اقل منه علشان المواد بتاعتي تدوب صح ومبقاش في اي مشكلة. اهو اعلى سنة من مستوى الشمع كمان، بس كده دي اهم حاجة. واخد على البوتاجاز علشان يدوبه. انا هنا مش عايزة درجة الحرارة تزيد عن 70 درجة، فايه لازم ابقى متابعة سنة كده. 70 درجة سلسيوس طبعا، مش فهرنهايت، يعني لازم توصل لحد هنا اهو كده. ما توصل لحد هنا هضطر ان انا اقفل. يا رب يلحق يدوب بقى. الميزان ده على فكرة ميزان حلويات، اللي هو بيقيسوا بيه درجة حرارة الكراميل، السكر اللي هو ما بيحرقوا السكر او كده، يعملوا حاجة بالسكر المحروق، بيقيسوه بالترمومتر ده. الترمومتر ده ماركته ويلتون. الحقيقة انا نفسي اجيب الترمومتر الديجيتال ده، اللي هو بيقيس، بيطلع مكتوب يعني ديجيتال، عامل زي المسدس كده، بس مش عارفة الاقيه فين، فمستنيه حد جاي من بره يجيبهولي. هنا شايفين درجة الحرارة خلاص داخلة على 70، فلازم ان انا اطفي عليه، وهضرب بقى شوية بالهاند بلندر لحد لما درجة الحرارة تنزل خالص لغاية 40. هبتدي اضرب بالهاند بلندر لحد لما درجة الحرارة توصل لغاية 40، وبعدين اضيف بقية المواد بتاعتي. هنا بقى انا هبتدي ان انا اضيف الزيوت بعد ما زي ما انتم شايفين كده،
قوامه بقى تقيل نسبيا، والمادة الحافظة بقى هسيبها آخر حاجة علشان تكون درجة الحرارة بسيطة خالص. أول حاجة هضيفها هنا، أنا معايا 50 جرام زيت أرجان، وده بيكون لونه. وعايزة أفكركم تاني، أنتوا تقدروا تستبدلوا كل الزيوت بنوع زيت لو عايزين، زي ما أنتوا عايزين تبدلوا في الأنواع. أنا استعملت الحاجات اللي عندي، فأنا هنا ضفت 50 جرام زيت أرجان. وبضيف 25 جرام زيت جوجوبا، ده لونه بيبقى اصفر قوي كده. وزيت الجوجوبا زيت شمعي حلو جدا للشعر، بيغلف الشعراية، انصحكم ان انتوا تضيفوه. انا ضفت منه بس 25 جرام لان ده يعتبر زيت شمعي تقيل شوية. وده زيت بذر الكتان، وانا ضفت منه بالظبط 25 جرام. وده انا استعملت زيت بذر الكتان الغذائي بصراحة، كان عندي من الاول، هما الاتنين واحد اعتقد. وهضرب شوية بالهاند بلندر وارجع اضيف بقية الاضافات بتاعتي. بلم برضو الحواف كده علشان اتاكد ان الزيوت اتخلطت كويس مع الكريم، ما يبقاش في حاجه مخلوطه وحاجه مش مخلوطه. وهضيف 25 جرام من المونو بروبولين جلايكول. في ناس كتير قوي بيعلقوا لي يقولوا لي مونو بروبولين جلايكول ولا بروبولين جلايكول، الاثنين واحد على فكره، بس ناس بيقولوا عليها مونو بروبولين جلايكول وناس بيقولوا عليها بروبولين جلايكول. وده يعتبر مرطب، في بلاد المونو بروبولين جلايكول عندهم غالي جدا، يقدروا يستبدلوا ال 25 جرام دي بجليسرين. هنا انا بضيف 12.5 جرام بالظبط من السوربيتول. السوربيتول تقدري تضيفي الكميه دي عسل لو حابين، بس السوربيتول بيعيش اكتر، العسل شويه يعني ممكن يفسد يعني، بس طبعا احنا حاطين ماده حافظه كويسه. وده برضو فايدته ان هو مرطب. بضيف 25 جرام زيت عطري، ده اختياري، تقدري تضيفي اي عطر انت عايزاه، بس انا هنا استخدمت زيت اساسي اليالانج يالانج، ما تبقيش متقيده بيه لان طبعا مش هتلاقيه في بلاد كتير. ده فايدته ان هو بيغلف اطراف الشعرايه، فانا محتاجاه لشعري، وكمان ريحته من اجمل الحاجات يعني، من اجمل الروائح فعلا يعني، ريحته فظيعه. اخر حاجه معايا الماده الحافظه، وانا بضيف 0.5% فينوكسي ايثانول، يعني ضفت 2.5 جرام وضفت عليهم 1.2 جرام من ال WS1 مانع تعفن، علشان الفينوكسي ايثانول لوحده مش كفايه. طبعا في مواد تانية كتير على حسب، لو في حد ما عنده جيرما بان ده بيجيب من الاخر، تنفع تستخدميه في كل حاجه لان هو واسع الطيف. لو انت تستخدمي اي ماده حافظه تانية، عشان في ناس كتير قوي بيسالوني، انا طبعا مش كل ماده حافظه انا عارفاها، فانا او يعني مش بتذكر قوي كمان النسب ودرجه الحراره وكده، فلازم ترجعي
تقري عن المادة الحافظة اللي عندك وتشوفي إذا كانت تصلح ولا لأ في الكريم ده، وكمان شوفي تضاف النسبة قد إيه وفي درجة حرارة قد إيه وبي اتش قد إيه. وبقلب آخر مرة، تقيسوه هتلاقوه مظبوط إن شاء الله. ده الكريم بتاعي، تجربوه ان شاء الله هيعجبكم، حلو جدا، انا عاملاه لنفسي بس طبعا تقدري تستخدميه تجاري مفيش اي مشكلة خالص.